معاناة أبو أحمد كما هي منذ لقائه أول مرة قبل نحو 4 أعوام، وما قدم من حل لها خلال تلك الفترة كان جزئيا وكأنه لم يكن. من يوم ما أجيت وأنتوا صورتوا هون ما صار إلا الجدار هذا والباقي وقفوه، الجزء المهم تركوه. ليش تركتوا؟ قال في شارع من هون بدي يجي. قلت لهم عم يعملوا شارع؟ قالوا في اعتداء. شو الاعتداء؟ الصور هاف طوب هاف، انا عامل الصور عشان ما يقعوش اولادي من فوق، هذه 7 متر، هذا حجر طباشوري. كل ما اطلع مهندس هون من الامان بقول وضعك خطر. طب ايش وضع خطر؟ ايش عمل يعني؟ الجدران الاستناديه في منطقه جبل النصر مشكله لا تزال تؤرق العديد من المواطنين رغم شكاواهم العديده والمستمره وبرغم التحذيرات من توابعها. الحلول الجذرية والإسراع ببناء جدران استنادية مرهونة بتحديات عدة أبرزها مالية. وجدنا أنه في بعض الشكاوى تم تنفيذها وإجراء اللازم عليها، ولكن في هناك بعض الشكاوى لم يأخذ بها إجراء لعدم وجود مخصصات وتنفيذ الخطة اللي بتكون معمولة فيها للعام المالي اللي بنشتغل فيه بأمثال العام المالي 23. يعني كان عدم وجود مخصصات كافية هي اللي بتخلي العمل بطيء شوي. أما أمانة عمان فتؤكد أن مدى الخطورة الواقعة في مكان ما هو أحد العوامل الأساسية لسرعة الإنجاز. موضوع الجدران يعني الحمد لله يعني أنجز ما يقارب 50% منها اللي هي تشكل خطورة عالية على المواطنين. باقي الجدران يعني موجودة على الخطة، في حلول كان احنا كنا نسعى لها، يعني انه كونه الميزانية أيام تكون محدودة انه احنا بنسعى لتوسعة المناطق اللي فيها خطورة، نبدل منطقة الصخر اللي زي ما بيحكوا الصخر يكون فيها حور على المنطقة للصخر القاسي. في حاليا عندنا شارعين احنا حاليا نشتغل عليهم ان شاء الله خلال 3 أشهر اللي هو بين شارع ابو طالب وشارع منورة، بعون الله راح يكون ينجزب من هون لشهر 3 ان شاء الله يكون ناهيين منه بعون الله. ورغم تسليط الضوء على هذه المشكلة مرارا وتكرارا الا ان ما قدم من حلول يجده اهالي منطقة جبل النصر متواضعا، آملين ألا يفتح هذا الملف العام المقبل بوجود المشاكل ذاتها. أنس الحياري، المملكة، عمان. إذن ينضم إلينا المهندس نبيل عبابسة رئيس قسم الإشراف في دائرة الإنشاءات في أمانة عمان. مساء الخير مهندس وأهلا بك معنا. أسعد الله مساءك ومساء المشاهدين. أهلا فيك. كما استمعنا المواطنون يجدون بأنه هذه الحلول التي قدمت هي حلول جزئية وغير شاملة وكأنها لم تكن حسب ما وصفوها طبعا. لماذا اليوم، هذا هو السؤال، لم ينجز سوى فقط خلال عامين فقط 50% من المطلوب؟ أول شيء الله يمسيك بالخير، وإحنا شاكرين جدا لتلفزيون المملكة على إتاحة هذه الفرصة. تحديدا أنا في التقرير شاهدت موقع تحديدا هو شارع الصالحين في منطقة النصر، وهي الجدران الاستنادية استهدفت جزء كبير من الشارع أمام مدرسة الأكاديمية وجدران وقائية استنادية. يعني اعتقد انها هذا يعني في 2018 بدانا، فبرينج من 2018 تقريبا لل 2022 احنا تقريبا بمعدل 1,100,000 استهدفنا كلفة جدران استنادية. وحتى يعني نوضح اكثر بالنسبة للجدران الاستنادية، الجدران الاستنادية منشأ مكلف، هو عمل تكميلي للطرق، وهو الهدف منه اساسا هو عمل تكميلي للطريق. يعني بمعنى إذا عند فتح شارع معين يستلزم ذلك إنشاء جدار استنادي. هذا الجدار الاستنادي طبعا تتراوح كلفته، طبعا إذا كان بارتفاع ما يعدل معدل 4 إلى 5 متر ممكن يوصل يتعدى يعني 500 دينار كلفة المتر الطولي. فهذه المنطقة تحديدا تم حل مشكلة كبيرة فيها، وإن شاء الله يعني إحنا بال 2023 في خطة. يعني عادة إحنا سنويا يكون عندنا عطاءات متواترة على مدار العام كاملا، في توجيهات من مع الأمين ومن الإدارة باستمرارية العطاءات الجدران الاستنادية. نعم. فيعني إحنا ممكن نستهدف بحدود فوق ما يقارب 1,000,000 دينار سنويا كلفة الجدران الاستنادية في منطقة النصر وفي مختلف مناطق أمانة عمان الكبرى. طيب بما أنه اليوم نحن نتحدث عن منطقة جبل النصر، ما تم استهدافه حتى الآن أو ما تم إنجازه هو 50% فقط من المناطق اللي هي الآيلة للسقوط، صحيح؟ لا، هو حقيقة إذا يعني بدنا نكون موضوعيين شوية في الطرح، يعني في كثير من المناطق تم استهدافها جدران يعني كانت ضرورية
زي ما في حي عدن مثلا، زي ما أشار التقرير إلى بعض الجدران اللي كان يمكن أحد المواطنين واقف عند أحد الجدران اللي يعني أشرفنا عليه، كنت مشرف عليها كنت مشرف عليه بشكل شخصي. وتعتبر منطقة النصر منطقة جبلية، فالمناطق مناطق أمانة عمان بشكل عام كلها مناطق جبلية، طبيعة تضاريس هذه المناطق تتطلب جدران استنادية كلفتها عالية، فإحنا نستهدفها حسب الضرورة وحسب الأولوية، وإن شاء الله حسب خطط المناطق يعني سيتم استكمال المرحلة في خلال الفترة المقبلة خلال العام القادم إن شاء الله. أنت رح يتم استكمال كامل منطقة جبل النصر؟ بالنسبة لمنطقة النصر أسوة بباقي مناطق عمان الكبرى إن شاء الله سيتم يعني برمجتها ضمن خطة معينة، زي ما تفضلت زي ما تفضلتي حكيتي عن انه 50% كما هو موجود في منطقة النصر موجود في باقي المناطق ايضا جدران استنادية، وتضاريسها تتطلب انشاء جدران استنادية، وايضا في جزء منها اصلا بحاجة لإعادة انشاء اذا تطلب ذلك، فان شاء الله يعني سيتم حل هذه المشكلة على مراحل خلال عام 2023 ان شاء الله راح يكون حل جزء كبير من هذه المشكلة ان شاء الله. طيب نفهم بأنه المخصصات المالية هي المعيق الرئيسي لربما والمعيق الأهم في مسألة بناء الجدران الاستنادية، ما الطريقة الأمثل اليوم حتى نحصل على مخصص مالي كافي لإنجازها بأسرع وقت ممكن؟ يعني فهمت منك بأنه يتم توزيعها على مدار العام خلال عدة سنوات حتى يتم استكمال كل المناطق، ولكن في بؤر ساخنة يعني يتم العمل عليها بشكل أنه هذه المنطقة هي ساخنة وبؤرة ساخنة سنعمل عليها خلال هذا العام، ومنطقة أخرى ليست بحاجة ملحة ونؤجلها للعام المقبل، هي هذا هو الترتيب فقط أم أنه المخصص المالي عائق؟ في عنا لا، هو المخصص المالي بشكل عام البجت بشكل عام هو مطلوب أكيد، يعني أنت إذا بدك تحقق الهدف كله كامل لازم يكون البجت كله موجود عندك، ولكن الآن احنا تحديد الاولويات هو الاهم، الاولويات هي اول شيء فتح الطرق لخدمه المواطنين، يعني منطقه مثلا تصبح مأهوله بالسكان بحاجه الى فتح شارع، يتم انشاء جدران استناديه لغايات فتح الشارع، وبالتالي البنيه التحتيه الاخرى التي يتبعها فتح الشارع من خدمات مياه وصرف صحي وغيره، لكن باقي المناطق نحددها حسب الاولويات في كل منطقه وليس في منطقه النصر تحديدا، في جميع المناطق في توجيهات أن الجدران ذات الطبيعة الخاصة يتم إعطاها أولوية، بالإضافة لأنه إحنا عندنا خطط مناطق، يعني نستند للخطط، كل منطقة موجود عندنا فيها خطة معينة وفي لها برامج معينة، ونرتب الأولويات حسب درجة A B C من حيث حاجة الطريق لجدار استنادي أو أن يكون هناك ضرورة لاستبدال الجدار الاستنادي القائم بعد تقرير فني متخصص مكون من لجنة خاصة عندنا من فريق رقابة الإعمار من رقابة المهندسين من غيره، تحدد إنه هذا الجدار بحاجة إلى استبدال. إحنا على يعني على مدار السنة جاهزين إنه ممكن لا سمح الله وقدر إذا كان استدعت الضرورة لإنشاء جدار استنادي عاجل إحنا نكون إن شاء الله جاهزين. يعني لكن لا يوجد معيقات مالية في هذا الملف. معيقات المالية أنا بقول في معيقات مالية بشكل عام، احنا يعني كبجت بشكل عام انك انت تنشئ تخلص كل الجدران كامله مره واحده حسب صح. لكن خططك حسب الاولويات وعلى مراحل، لكن توجيهات الاداره دائما انه نكون على جاهزين، يعني احيانا نستدرج عروض لبعض العطاءات العاجله، الجدران العاجله اللي تستدعي الضروره بعد المنخفضات الجويه وغيره انشاء جدران استناديه لها. طيب سؤال اخير، كم يبلغ عدد البؤر الساخنه الان في منطقه جبل النصر؟ معلش انا عم بركز عليها لانه احنا تقريرنا عن هذه المنطقه تحديدا. يعني اذا ركزنا على منطقه النصر وكذلك باقي مناطق، يعني منطقه المدينه مثلا، مناطق اخرى كثير في امانه عمان الكبرى، يعني اكثر من مكان. كم موقع يبلغ عدد البؤر الساخنه؟ يعني يمكن بحدود طيب. يعني يمكن انا بحكي مثلا شارع الصالحين، شارع عدن، الحرشه، بعض الاماكن الثانيه، يمكن يعني 4 مواقع أو 5 مواقع ان شاء الله، وراح يتم برمجتها ان شاء الله خلال العام القادم. راح يكون هذه المناطق اللي ذكرتها، راح يكون بعض المناطق ان شاء الله خلال العام القادم مستهدفه ضمن خطتنا ان شاء الله. مستهدفه يعني ممكن يتم العمل عليها وممكن لا؟ مستهدفه لا، سيتم تنفيذ اعمال في منطقه النصر ان شاء الله. ان شاء الله. أشكر وجودك معنا مهندس نبيل العبابسي، رئيس قسم الإشراف في دائرة الإنشاءات في أمانة عمان. شكرا جزيلا لك.